سلام جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. وعيد مبارك سعيد. اليوم جيت نتقاسم معكم اشنو تقديت في هذا العيد، شنو خديت، جداب اللي درت، حويجات اللي تقديت يعني بمناسبة العيد. بقاو معايا ما تمشيو فين، انا دابا معاكم. عندنا صيبت هاد الجلابة هادي، شوفوا معايا. البيرلاج كما تشوفوا، شي حاجة اللي هي زوينة، خدمة نقية. هانتوما شوفوا الكميمات، شوفوا معايا البنات، الصراحة جات خطيرة. وهذا اللون هذا اختاريت اللون الترابي، كنظن انه باين وواضح. من بعد غادي نصورها لكم البنات هكا، هانتوما تشوفوها. هانتوما البنات، هاد اللون عجبني بزاف. وبالنسبة للبنات اللي طانو، خديت هاد الستيل هذا، كان عاجبني. راه ديجا انا ديجا شرحت لكم وهدرت عليه وعلى المحل اللي خديته منه. ملي جيت نشوف في المونتاج، لقيت انه ما كنتش كنصور، ما كايناش هاد لابارتي اللي كنهضر فيها على هاد لي طانو هادو. هادو خرجوا هاد العام طونطون، صراحة بزاف ديال الناس خداو منهم، صراحة كيجيو غزالين هماويين، وكيجيو في اللبسة النخوة يا لالا، كيجيو منخويين صراحه. وان شاء الله البنات غادي ندير لكم فيديو في هذا المحل هذا، حيت صراحه كيستاهل، فيه موديلات زوينين وكاليتي وبثمن جد مناسب اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. بالنسبه للساك ديت هذا اللون هذا، هانتوما راه كتشوفوا راه فيه هنايا هذاك لون جلابه نيود، وما عنديش اصلا هادشي علاش انا اختاريت نيود باش نلبسوه مع ميم لي كولور بلاشي، معليش. ها هو كيجي حتى هو زوين في الهزه، وهكا نقدر نستافد به حتى من بعد، نقدر نستافد به الرومي. هانتوما كيف جا الاسورتمون ديالهم، كما كتشوفوا تحت الجلابة خديت هادو ديال تركيا، صراحة حمقوني، كنت باغا الطونطيل كامل ما لقيتوش، لقيت غير النص، قلبت عليه حتى عييت وما لقيتش، مي معليش. هانتوما ديت الفوق بوحدو والتحت بوحدو، كيجيو هكا. الفوق كلو دونتيل، شوفوا الدونتيل البنات شحال الفن ديال تركيا، ماشي فحال ديالنا ديال هنايا تيكون ما زوينش. ها فيه حتى هنا هادو في الكميمات، هذا ما فيهش. هانتوما شوفوا اللون، حاولت ناخذ هذا اللون باش يخرج هذاك اللون ديال الجلابه، باش يخرج هذاك، ونبقى في النيود، يعني غير نبقى ما بين، يعني بحال نقولوا درت ديغرادي. هذا سميتو، وهذا الكولور. اللي بغى الاسمين البنات يتواصل معايا في الكومنتير ونقول له. هانتوما هاد سيلا سيلا، هادي ديال مارك ديال تركيا، صراحه غزاله. ها هو ما لقيتوش كلو دونتيل، كنت باغا كلو دونتيل ولكن ما عليش. من بعد قالت لي السيده اللي غادي ناخذ من عندها، من الاحسن تاخذي نيت هنايا يكون يعني قطن ولا هاد الثوب هذا، وهكا الرجيله تيكونوا
دونتيل معليش هكا قلت لك صحي على كله دونتيل. ها هو القولون كيف ما كتشوفوا، وخديت عاود بيجاما، هما البيجامات خديت جوج، خديت البنات جوج بيجامات. هذه هي الأولى نلبس نهار العيد، نيت العيد يعني في الليلة ديال العيد. فوالا تخوا بياس، خديت هاد البيجامة هادي هانتوما كيف ما كتشوفو تروا بياس من عند هاد لاباج، هادي راه معروفة ديجا حمادة بيجامة معروفة في الانستغرام. ها هو نيتها، هي ها هو الانستغرام ديالهم، وها هي نيميرو التليفون ديالهم، وها هما فين كاينين في بانوراما في سيدي معروف. المهم من بعد ان شاء الله ندير لكم شي جولة عندهم، عندهم تبارك الله بيجامات غزالين. هادشي البنات غير بغيت نتقاسم معكم، ما كاين لا خلاص ولا دعاية ولا حتى شي حاجة صراحة. عندهم بيجامات واعرين، هانتوما غادي تشوف هادي 3 بياس فيها هذا طوني هكا في ال، خديت بطاي ال باش تكون مريحة. هانتوما بالسميطات فيها هنايا هاد الفريفرات هكا، هذا بونطالون كيجي هكا هاد التوب هذا، واللون راكم كتشوفو فيه غزال اورانج سومو. المهم هانتوما صراحة زوينة البنطلون، هانتوما العرض ديالو. وهادي قاني ديالها، هانتوما هانتوما كتشوفو كيفاش دايرة من تحت. هانتوما كيفاش دايرة من تحت، ها الكميمات ديالها هكا، كتجي مسورة وزوينة. والتوبة البنات توب رطيطب. هادي البيجامة اللولة، بقاو معايا نوريكم التانية. هادي غير باش نبدل، والتعامل البنات عندهم ما نقولش لكم، التعامل تبارك الله غزال غزال بزاف. هذه الثانية هانتوما، هذه الثانية البنات هانتوما كيفاش دايرة في هاد المشيشات. هادو سامبل ماشي مكيعجبنيش هداك الشي لي فيها، هانتوما راها عريضة وتا شوية مستورة بالنسبة إلا مشيتو عند عائلاتكم. هاد البنطالون ديالها هانتوما لا طاي خديتهم الآن، هدا بجوجهم الآن لا طاي الآن، وصراحة رقيصة جاتني مريحة. هانتوما شوفو البنطالون ال، وما تنساوش راه إيلاستيك. ها هانتوما عريض ورطيطب، هذا هو أهم حاجة. رطيطب رطيطب بزاف كما قلت ليكم. هانتوما البنات ها المحل ديالهم، إن شاء الله إن شاء الله شي نهار غادي ندير لكم فيديو عندهم باش هكا غير تستافدوا نتوما من هاد البيجامات الرطيطبين الزوينين. صراحه عندهم بيجامات اللي ما دايعينش بزاف في القيصريات او في بلايص اخرين. هاد القيصريه سميتها بانوراما، ها هي تسنى، ها هو هنا العنوان واضح بزاف، ها هما. وحتى الصندلة البنت وحتى الصندلة البنات راه خديتها من نفس المحل، هانتوما بانوراما تقديت من نفس المحلات. ما كانش عندي الوقت وصراحه خرجت مشيت تقديت حدايا تما في الخدمه، وصراحه ما تحاشمت ما والو،
مضيعت وقت، سقطت من حدايا، ورا خديت حتى الماما، خديت كاع داكشي اللي بغيت منها. واكيد البنات راني ما نسيتش فقره البلدي، حتى البلدي حتى هو هي راني صايبته، واخا صايبت غير فراشه خفيفه ومزروبه، مي صراحه ها هي هانتوما البنات، صايبت هاد الفراشه هادي، هاد الثوب هذا، الثوب راه دابا هو لي طوندونس، هو درتها بالصم هكذا باش حيتاش هنا فيها هاد لي غوفلي هادو ديال الصقلي. ها انتم شفتو كيفاش جا فيها ما شاء الله كي يرتي. ها انتم هانتوما على الماء، معرفتش واش باين، شوفوا البنات راه كلهم الوريدات فيهم هذا صراحة، الثوب ما شاء الله عليه غزال. وفي الصراحة هاد هادي صراحة ما خديت ليها والو في رجلي، غادي نلبسها غير مع واحد صندالة عندي ترونسبارون، حتى هي كانت عندي خديت ليها حتى شي حاجة. وهكذا البنات الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، وعيد سعيد يا ربي تدوزوه بالهنا وراحة البال، وباش كتمنوا يا ربي. اللقاء.